أهلا بكم في نقاش من الميادين وفي ملفاتنا. اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين بغداد وطهران تعلن عن إخلاء مقر المجموعات الانفصالية الإيرانية المسلحة عند الحدود بين العراق وإيران. الاحتلال يفرض عقابا جماعيا على سكان غزة بإغلاق معبر بيت حانون إيريس بعد معبر كرم أبو سالم، والتظاهرات الاحتجاجية على حدود غزة مستمرة. بايدن يعلن السعي لإدارة مقبولة للتنافسية بين الولايات المتحدة والصين، والرئيس الكوبي يقول إن بلاده ستناضل الحصار المفروض عليها وتحقق الازدهار. أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين بغداد وطهران عن إخلاء مقر المجموعات الانفصالية المسلحة عند الحدود بين العراق وإيران بشكل نهائي. وأكدت اللجنة أن ذلك جرى بناء على التزام العراق وإيران ببنود الاتفاق الأمني المشترك، ومن خلال الجهود المشتركة من الحكومة الاتحادية وحكومة الأقليم واللجنة العليا المشتركة بين الدولتين. من بغداد، عبد الله بدران. حسم الأمر كما يتضح، وفت بغداد بالتزامها وأعلنت ذلك محققة بنود اتفاق محضرها الأمني مع طهران. أخليت مقر المجموعات الانفصالية الإيرانية المسلحة عند الحدود وبشكل نهائي. نقل العناصر الانفصاليون بعيدا بحسب وصف اللجنة العليا لتنفيذ الاتفاق الأمني المشترك بين بغداد وطهران، تمهيدا لاعتبارهم لاجئين بسقف شرط الأمم المتحدة لاكتساب الانفصاليين الصفة المدنية. لم يتوقف خرق الذي تحقق في جدار هذه الأزمة المزمنة عند الحدود وعلى مدى عقود عند هذا الحد، فما أعلن من الجانب العراقي رسميا تم بحضور واطلاع المبعوثة الأممية للعراق، لكن ووفق معلومات الميادين طالبت طهران بغداد باعتقال واسترداد 38 عنصرا وقياديا من المجموعات الانفصالية، من الذين صدرت بحقهم مذكرات قضائية إيرانية ممن ثبتت صلتهم بتطورات أمنية نافرة خلال أعمال الشغب في المدن الإيرانية انطلاقا من العراق كما تعلن طهران. هكذا إذن ألزمت طهران بغداد انطلاقا من الدستور العراقي الذي يمنع استخدام الأراضي العراقية لتهديد دول الجوار، فيما كردستان أظهرت هي الأخرى جدية برفع ما توفر من غطاء لهذه المنظمات وفق تأكيدات رسمية عراقية، ربما لضمان عدم دخولها تحت مظلة خط نار جديد بعد انتهاء مهلة تفكيك معسكرات ومقار هذه المجموعات ونزع سلاحها. عبد الله بدران، بغداد، الميادين. للحديث في هذا الموضوع ينضم إلينا من أربيل محمود خشناي، عضو الاتحاد الوطني الكردستاني. مرحبا بك أستاذ خشناي. يعني إخراج هذه المجموعات من الكهوف والملاجئ قرب الحدود الإيرانية العراقية ونقلهم بحدود عمق 100 كيلومتر ضمن الإقليم سيما في محافظة السليمانية تحديدا، هي خطوة مهمة وكبيرة تتطلب المسؤولية من الطرفين لحماية وإكمال تنفيذ المراحل الأخرى من هذا الاتفاق. اليوم هل الطرفان راضيان عن ما تم تنفيذه من بنود حتى الآن بانتظار استكمال ما تبقى منها؟ أحييك أستاذ محمد ومشاهدي الميادين. حقيقة الدستور العراقي في المادة 7 ثانيا وفي المادة 8 من الدستور لا يسمح بأن تكون المراضي العراقية منطلقة ممرا لاستهداف الأمن لأي من دول الجوار. ثانيا، من ليس من متبنيات الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وبالتحديد الاتحاد الوطني إضافة إلى الدستور أن نكون جزءا من عملية استهداف الأمن القومي وبالتحديد إيران التي تربطنا معها علاقات تاريخية على مدى عقود من الزمن، وطالما ما كانت ملاذا للشعب الكردي. لذلك حتى وإن كانت هذه المجاميع موجودة وإن كانت في تضاريس معقدة وعصية، لكن رغم الاتفاقية وقبل الاتفاقية كان من متبنياتنا أن لا نسمح أن تكون هدفا وأداة لاستهداف الأمن وبالتحديد الجمهورية الإسلامية والمناطق الأخرى أيضا مثل متبنيات. لذلك حتى بعد الاتفاقية في آذار وتم تنفيذها في بداية أغسطس الماضي ذهبنا إلى إعلام هؤلاء المجاميع والأحزاب السياسية بأن لا يجوز أن يكونوا جزءا من استهداف الأمن القومي أو استهداف الأمن والسلم المجتمعي في العراق. هذه سياسة ممنهجة واتبعناها، ورغم تنفيذ الاتفاقية وبنود الاتفاقية بالتعاون مع الحكومة الاتحادية
السلطات الإيرانية، وأيضا كذلك هذه الأحزاب أيضا تعاونت وامتثلت إلى القرار العراقي وامتثلت إلى الاتفاقية، وهذا بحد ذاته خطوة إيجابية صراحة، إضافة إلى الدور حكومة الإقليم، دور الأحزاب الكردستانية، دور الحكومة الاتحادية، لكن حتى هذه الأحزاب امتثلت إلى الاتفاقية، والآن فعلا تم تفكيك المعسكرات الموجودة على الشريط الحدودي، العناصر الموجودة في الكهوف العصية على الجبال، نقلهم إلى مناطق وفي العمق إقليم كردستان بعيدا عن الحدود، ثانيا نزع أسلحتهم حتى يكون هناك طمأنينة للأطراف جميعا، والمرحلة الأخرى أن تكون المفوضية الثانية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تشرف على إدخالهم إلى مجمعات لأن لديهم عوائل، وأن يكونوا ضمن السياق المدني وأن يبتعدوا عن أي شيء يثير تحسس الجارة إيران. لذلك نحن أيضا في نفس الوقت نقول بأن إيران أيضا يعني صراحة تعاونت في هذا الملف ولم تتخذ أي خطوة كتركيا التي عادة ما تتخذ خطوات عسكرية لاستهداف عسكري بخرق السيادة العراقية. لذلك بالتأكيد لا البديل للحوار هو الحوار، وهذا بحد ذاته استجابة إيجابية، ونأمل أن تتخذ جميع الدول التي تختلف مع العراق وتحترم السيادة العراقية وتتخذ من الحوار سبيلا للوصول إلى اتفاقيات مجدية. كان الوزير للخارجية الإيراني وكذلك وزير الخارجية العراقي قد أكدا في أثناء لقائهما في نيويورك بأن الحوار هو سيكون المدخل والمسار الطبيعي للعلاقات الثنائية بين بغداد وطهران، وبالتالي استكمال هذه الخطوة التي حدثت اليوم كهامش زمني فيها بما سيليه من خطوات لإنهاء هذا الملف سيكون بالتالي ممرا إلزاميا ما بين البلدين انطلاقا من الروابط التي تجمع كلا العاصمتين. اليوم وزير الدفاع العراقي يقول أنه تم حصر وجود المعارضة الإيرانية الكردية المسلحة، هذه المجموعات الانفصالية، بخمس معسكرات داخل السليمانية، وبالتالي كان هناك تعهد أيضا باستكمال بعض البنود كما تفضلت حضرتك وذكرت أنه التضاريس الجغرافية في أعالي الجبال ستعيق هذه العملية ظرفيا وزمنيا وليس بالنوايا تحديدا، وبالتالي هل يحرص العراق على تنفيذ ما تبقى من هذه الخطوات كتعهد لإتمام هذا المنجز؟ أولا الأطراف السياسية، الأحزاب السياسية المعارضة الإيرانية التي تحت سيطرة حكومة الإقليم تمثلت بقرار الحكومة وتمثلت بالاتفاقية، امتثلت عفوا الاتفاقية واستجابت لدعوات الحكومة في الإقليم تركت السلاح ودخلت في إطارها المدني و تخلت عن المواقع والمعسكرات الموجودة ضمن سيطرة حكومة إقليم كردستان. هذه الأحزاب موجودة أيضا في أربيل وليس في السليمانية، موجودة في منطقة هلغورد، جبل هلغورد، وأيضا في جبال سيدكان، وأيضا في منطقة زرقويت في السليمانية، وفي كويسنجق وأربيل، وفي منطقة أخرى بين أربيل وكركوك تسمى ناحية ألتون كوكري. لذلك وهي أحزاب متعددة بالمناسبة، ليس حزبا واحدا، وهذه الأحزاب أيضا لديها صراعات داخلية فيما بينها، لكن نحن اتخذنا المسار السلمي بالحوار معهم ويعني صراحة استجابوا. كوم لبيجاك حتك وخبات من باب الذكر. كومالا بيجاك صحيح. يعني كومالا بيجاك الحزب الديمقراطي الكردستاني وأيضا حزب الحياة الحرة صحيح. برئاسة حسين يزدان فنا. هذه متوزعة في جميع المناطق بين أربيل والسليمانية. فعلا استجابوا لهذا، لكن يبقى حزب واحد اللي هو حزب بيجاك الموجودة في مناطق خارج سيطرة حكومة الإقليم. ورأينا اليوم حرس الحدود العراقي الذي يعني ضمن وزارة الداخلية العراقية دخلت إلى المناطق الموجودة على شريط الحدود، لكن لا ننسى بأن النقطة الصفرية بين إيران والعراق لمدة أكثر من 7 أو 8 عقود لم تصل القوات العراقية، هذه لأول مرة تصل القوات العراقية إلى النقطة الصفرية بين الحدود العراقية الإيرانية، حتى يعني في زمن النظام البائد لم تكن موجودة ضمن النقطة الصفرية على الحدود العراقية. نأمل أن يكون هناك استقرار على الحدود، وهذا لا يتحقق فقط بدور كردستاني، بدور الإقليم، لكن يجب هناك تعاون من قبل الحكومة الاتحادية، تعاون من قبل إيران، تعاون من قبل هذه الأحزاب، تعاون من قبل الأمم المتحدة حتى نستطيع أن ندخلهم في إطار الشؤون اللاجئين. قضية أخرى مهمة جدا هي عدم استخدام والتلويح واختيار السلاح كوسيلة لفض هذا النزاع، وهذا بحد ذاته استجابة جيدة، ونحن أيضا كما أسلفت في بداية الحوار لا نريد أن نكون سببا لإزعاج أي من دول الجوار، لذلك من المحترم أن تتخذ هذه الدول بالمقابل الخيار السلمي وتذهب إلى التحاور، وهذه بادئة سليمة وبادئة جيدة في التعامل مع دول الجوار من في سياسة الدولة العراقية ومن تبنيات
اقليم كردستان وبالتحديد الاتحاد الوطني الكردستاني هي ان يكون هناك استقرار على الحدود، لان اي عدم استقرار على الحدود، الانخراط الخشن، الخيار العسكري سيكون هدفا واستهدافا للامن الغذائي، لان هذه المناطق الحدوديه قاطنه وذات كثافه سكانيه عاليه، اغلبيه الرعاه واهالي هذه القرى يعتمدون على امنهم الغذائي ويعتمدون وتعتمد حتى جميع شعب اقليم كردستان على الغذاء بنسبه كبيره الى هذه المناطق، ويعني لذلك ستؤثر على الامن الغذائي. لذلك استجابه جميع الاطراف بالتحديد الاطراف الرباعي من الاحزاب الكردستانيه المعارضه لايران، الاحزاب الكرديه المعارضه لايران، الحكومه العراقيه، طهران، اربيل، بغداد، هذه بحد ذاتها خطوه ايجابيه ربما تكون بادئه لادخال المنطقه الى سلم مجتمعي وان ننهي هذه الاختلافات حتى في الداخل الايراني، نفس هذه الاختلافات في الداخل العراقي، في الداخل التركي، لان الظاهر وفق التفاوضات بين الطرفين بعيدا عن الاحزاب الكرديه المعارضه لايران، العراق وطهران لديهما علاقات وطيده مع اقليم كردستان في اطار مكافحه الارهاب، في اطار السلم المجتمعي، في اطار بناء علاقات وطيده، ويجب ان عكس ذلك على الجانب التركي في سوريا والعراق ايضا، ويجب ان تتخلى تركيا عن هذا التطاول على الجانب السوري وعلى الجانب العراقي، وان تتخذ كما اتخذت ايران طريقه وسبيل من اجل انهاء هذا الخلاف، وفعلا انتهت هذه الازمه بهذه السلام. طيب، كانت طهران طالبت بغداد باعتقال واسترداد 38 عنصرا وقياديا من هذه المجموعات الانفصاليه، باعتبار انه بحسب طهران هي متورطه باعمال، بحسب مذكرات قضائيه ايرانيه، متورطه باعمال نافره امنيه خلال اعمال الشغب في المدن الايرانيه. هل ستلتزم حكومه الاقليم والحكومه الاتحاديه بتسليم هؤلاء، ام انه ستسقط عليهم صفه المدنيه بحكم ما طلبت بلاسخارت ممثله الامين العام للامم المتحده، وبالتالي سيخضعون ل ظرف وشرط لاحق؟ صراحة الدستور العراقي يقيد الحكومات في العراق وبالتحديد السلطة الاتحادية وحكومة الإقليم وجميع السلطات الدستورية، تقيدهم بأن يسلمون أي لاجئ إلى أي دولة، وهذا بحد ذاته تقييد دستوري. وحتى من الأعراف والتقاليد العراقية أيضا، لا أعتقد أن الدولة العراقية مستعدة أن تقوم بهذه الخطوة، لكن يجب أن نتخذ خطوات مع الجمهورية الإسلامية إيجابية من أجل رأب صدع وبناء بناء مرحلة سليمة والدخول والتأسيس إلى مرحلة إيجابية، وأن نتخذ من هذه الدعوة، دعوة تسليم هؤلاء، خطوة سلمية في اتجاه إيران، وأن يتخذوا هذه العناصر خطوات أكثر سلمية في الداخل الإيراني، حتى يعني نكون كدولة عراقية ونكون كطرف كردستاني من ضمن الدولة العراقية عنصر إيجابي في إحلال السلام على الحدود وخارج الحدود العراقية بالجانب الإيراني، وهذه مهام موجودة. وفعلا هذه كانت منهجية الرئيس الراحل جلال الطلباني في العقود السابقة، بين كلما كان يكون هناك حراك بين هذه الأحزاب المعارضة وبين إيران، كان يتخذ طريقة ومنهجية لإحلال السلام على الجانب، وحتى على الجانب التركي أيضا كان له دور وباع طويل في إحلال السلام. لذلك نحن الآن في مرحلة خفض التصعيد، في مرحلة بناء علاقات وطيدة وفق مبادئ حسن الجوار والالتزامات الدولية والإقليمية، وأن نكون ضمن منظومة السلم والأمن المجتمعي لكل المنطقة، أمن العراق من أمن المنطقة وأمن المنطقة من أمن العراق. لذلك لا نسمح أن يكون الأراضي العراقية منطلقة لاستهداف أي دولة، لكن عندما تتخذ دولة دار الخيار العسكري وخرق السيادة العراقية واستهداف المدنيين واستهداف القوات الأمنية العراقية، بالتأكيد أن يكون هناك خيارا آخر للحوار. أنا أشير بكلامي إلى تركيا، لذلك وكررت كلمة تركيا كثيرا في هذا الحوار، لأني فعلا أريد أن تتخذ تركيا كما اتخذت إيران هذه الطريقة. وتقصد حضرتك من شمال دهوك تحديدا؟ أنا أقصد بأن تركيا لديها قواعد عسكرية في أربيل ودهوك ونينوى، أيضا تبلغ عدد قواعد وأكثر من 60 قاعدة عسكرية، وهي يوم أمس كان هناك لديها استهداف لمطار زراعي في السليمانيه واستهداف كثير وتوغل وبناء قواعد عسكريه. هذه الطريقه غير مرحب بها، وهذه طريقه تستفز الشعب العراقي وهي تستهين بالكرامه العراقيه. لذلك يعني يثيرنا ويثير حفيظه العراقيين جميعا هذه الطريقه. لذلك عندما نركز على الخطوه الايرانيه في التعامل مع الحكومه العراقيه وحكومه الاقليم كردستان بما يخص المعارضين، بالتاكيد يعني نشجع تركيا ان تتخذ نفس الخطوه وان تبتعد عن استخدام الحزب العمال الكردستاني كذريعة. نحن لا نبدي العداء لتركيا كما لا نبدي العداء لجميع دول المنطقة، على العكس
يهمنا استقرار هذه الدول، لأن نعتقد بأن استقرارها من استقرار العراق، وجميعا نستطيع أن نحافظ على السلم والأمن المجتمعي في هذه المنطقة ونبعد شبح الحروب والاستنزاف الاقتصادي والبشري. طب بحسب ما فهمت منك أستاذ خشناو، باستثناء يمكن حزب بيجاك، باقي الأحزاب أو باقي هذه المجموعات الانفصالية المسلحة، هل باتت مقتنعة وراضخة للواقع الجديد الذي باتت تعيش ضمنه، سيما وأنها تلقى الاهتمام والرعاية ضمن المباني والمعسكرات وحتى السكنات في عمق الأقليم التي باتت مفروزة لها بعيدة عن الشريط الحدودي، وبالتالي راضخة ضمن ما رسم لها بإشراف أممي أيضا؟ يعني صراحة أنا أقول في هذا البرنامج هذه الأحزاب مشكورة، يعني امتثلت لقرار حكومة الإقليم وامتثلت للاتفاقية، وهذا بحد ذاته خطوة مشجعة وإيجابية، ولم تذهب إلى التحنث والغرور وعدم الخضوع لهذه الاتفاقية أو تنفيذ واستجابة بنود الاتفاقية. تنفيذها واستجابتها بحد ذاتها مؤشرات إيجابية، مؤشرات مشجعة، يعني هي راعت ظروف إقليم كردستان، راعت ظروف الدولة العراقية، كل هذه خطوات يعني خطوات مشجعة وفي الاتجاه الصحيح. لذلك نأمل يعني أن تتحقق في الشق الآخر بما يتعلق بشؤون اللاجئين أن يتحقق استجابة أكثر، يعني أكثر وأن يكون هناك دخولهم في إطار شؤون اللاجئين، وإن كان لديهم خيارات أخرى يجب أن لا تستخدم الأراضي العراقية. يعني قضية استخدام الأراضي العراقية ممرا ومنطلقا لاستهداف دولة جارة غير مسموح، والدستور العراقي يقيد جميع السلطات في العراق أن تسمح لهذه المجاميع القيام إن كانت على حق أو على غير حق. نحن لسنا بهذا الصدد، هذا الشأن داخل إيران لا نتدخل نحن كعراقيين، على العكس إذا كان تدخل إيجابي نتدخل، أما تدخل سلبي والانخراط مع جهة معادية أي دولة من دول الجوار هذا ليست من أجندة. وهو لعله أهم مشترك ما بين العاصمتين في حفظ الأمن القومي لكلا البلدين، مع ما يضمن حفظ الأمن القومي في المنطقة بوجه المخاطر والتحديات سيما منها الإرهابية. شكرا جزيلا لك سيد محمود خشنا، وعضو الاتحاد الوطني الكردستاني، شاركتنا من أربيل. في خطوة تمثل وسيلة عقاب جماعي لسكان قطاع غزة وتشدد الحصار تشدد الحصار المفروض عليهم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تغلق معبر بيت حنون ريتس شمال القطاع بعد إغلاقها معبر كرم أبو سالم التجارية الأسبوع الماضي. أحمد غانم التفاصيل. من جديد تعاود إسرائيل استخدام ورقة المعابر للضغط على الفلسطينيين في قطاع غزة، فبعد إغلاقها معبر كرم أبو سالم التجاري الأسبوع الماضي تحت حجج أمنية واهية، تغلق سلطات الاحتلال معبر بيت حانون إيرز شمال القطاع منذ الاثنين، ما حال دون وصول آلاف العمال إلى مناطق عملهم في الضفة والداخل المحتل، وعرقل تنقل مئات التجار ورجال الأعمال إلى الضفة الغربية في خطوة قد تفاقم الأوضاع الاقتصادية الصعبة أكثر فأكثر. يوميا يحرم حوالي 20,000 عامل من التوجه إلى عملهم داخل أراضين الفلسطينية المحتلة، هذا يفاقم أزمة العمال ويفاقم الوضع الاقتصادي داخل قطاع غزة. تحدث عن حوالي 5 أو ما يزيد عن 5 مليون شيكل، حوالي 1.5 مليون دولار يوميا يحرم منه عمال قطاع غزة الذين هم أصلا يعانوا من حصار منذ 17 عام، ويحرم منه الاقتصاد الفلسطيني داخل قطاع غزة حوالي 30 مليون دولار شهريا. إغلاق المعبر جاء ردا كما يقول الإسرائيليون على عودة التظاهرات الشبابية إلى حدود القطاع، ويهدد استمرار إغلاقه مصير آلاف الحالات الإنسانية وخصوصا المرضى الذين يتلقون العلاج في الداخل المحتل. خطوة تؤكد منظمات أهلية أنها تمثل عقابا جماعيا لسكان غزة وتعميقا للحصار الذي طاول كل مناحي حياتهم. الاحتلال الإسرائيلي لا يتوانى في استخدام كل الوسائل من أجل الضغط على شعبنا الفلسطيني وتعميق أزماته الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. هذا الاحتلال من خلال إغلاق المعابر وهو عقاب جماعي بحق 2,350,000 فلسطيني. سياسة الابتزاز الإسرائيلية متواصلة لكنها تفشل كل مرة في تحقيق أهدافها. التلويح بعصا الحصار خيار إسرائيلي ليس جديدا في التعامل مع غزة، لكن تبعاته قد تكون مكلفة لإسرائيل، ولا سيما أن المقاومة حذرت مرارا وتكرارا من أن تجديد الحصار قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع. أحمد غانم، غزة، الميادين.
من غزة محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة، نرحب بك. لعل هذا العقاب الجماعي كما أسلف زميلنا أحمد غنم في سياق التقرير لا يطال فقط الشريحة الشعبية داخل قطاع غزة المحاصر، إنما أيضا يستفز ويستقصد بذلك فصائل المقاومة فيها. اليوم هذا الحصار أو هذا الإغلاق الممنهج لهذه المعابر، كيف يمكن توصيفها وفي أي إطار يمكن وضعها؟ يعني أولا هذه سياسة إسرائيلية قديمة، ليست بالسياسة الجديدة، وجربت على مدار السنوات الماضية منذ العام 2007 حتى اليوم، وبات واضحا لدى الجهات الأمنية الإسرائيلية بأنها سياسات فاشلة لا تؤتي النتائج المطلوبة منها، وهي تحصيل مواقف سياسية وتحقيق أمن للاحتلال. في كل مرة يضيق فيها الاحتلال الإسرائيلي على غزة تكون الأوضاع معاكسة بالنسبة لطموحاته وتطلعاته عبر الضغط على فصائل المقاومة في غزة من خلال الإغلاقات الاقتصادية سواء على المعابر التجارية وحتى فيما يتعلق بمعبر إيرز اليوم الذي بات يشكل شريان حياة مهم لأكثر من 20,000 عامل وتاجر في قطاع غزة. أعتقد أن الأهداف السياسية والأمنية عادت من جديد تطفو على الساحة السياسية الإسرائيلية على أمل تحقيق هذه الأهداف عبر الأدوات الاقتصادية الضاغطة على الفصائل الفلسطينية. هم يعتقدون بأن هذه الأدوات التي امتلكتها غزة على المستوى الاقتصادي من تسهيلات وعمال ومعابر باتت تشكل ورقة ضغط، إلا أن الواقع اليوم يقول أن الأيام الماضية وفي إغلاق في ظل إغلاق معبر إيرز والتضييق سابقا في مسألة وقف الصادرات من غزة لمدة أسبوع تقريبا، كلها لم تزحزح المواقف السياسية والأمنية للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وشهدنا اليوم مزيدا من المظاهرات اتسعت لتشمل كل مناطق التماس على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة مع مستوطنات الاحتلال. وبالتالي من الواضح بأن هذه الأدوات لن تألو يعني أو لم تنتج أي نتائج أمنية أو سياسية أو اقتصادية بالنسبة لدولة الاحتلال، ولن تستمر، لأنه الاحتلال اليوم بدأ وفقا لتصريحات أمنية إسرائيلية بجهود سياسية ودبلوماسية مع مصر باتجاه تهدئة الأوضاع في غزة على أمل منع نشوب معركة جديدة. طب هنا السؤال لأستاذ محمد، يعني هذا الضغط على شرايين الحياة الاقتصادية لقطاع غزة المحاصر أصلا، وبالتالي زيادة الضغط الاقتصادي والمعيشي على أهالي القطاع، إلى أي مدى يمكن أو ما هو السقف الزمني الذي يمكن أن يتحمله أهل القطاع وبالتالي فصائل المقاومة قبل الشروع بالرد وفق ما ترتئيه غرفة عمليات مشتركة للمقاومة؟ نعم، الواقع يقول بأنه معادلة العمل المتاحة بالنسبة للجانب الإسرائيلي مع غزة هي فقط باستخدام هذه الأدوات، وأيضا الأدوات القديمة هي ذاتها اليوم تستخدم ولن تؤتي بالنتائج كما يتطلع لها الاحتلال، كما أنها لم تؤتي أكلها في سنوات السابقة هي اليوم لن تؤتي أكلها في ظل تطور فصائل المقاومة والمنظومة الأمنية للمقاومة الفلسطينية في غزة، ولن تستطيع إسرائيل تحصيل أي مكتسبات سياسية وأمنية من الفصائل الفلسطينية، وهذا بات واضحا ميدانيا وإعلاميا عبر تصريحات الفصائل الفلسطينية ودبلوماسيا في الغرف المغلقة التي بدأت تقول بشكل واضح بأن إسرائيل عليها أن تلبي كل المتطلبات الفلسطينية دون أي ثمن سياسي أو ثمن أمني من الشعب الفلسطيني وفصائله، وهذا بات واضحا مع الوسطاء وبات واضحا مع دول الإقليم التي تنشط على خط الوساطة السياسية والأمنية مع الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي. ولذلك أنا لا أعتقد بأن الشعب الفلسطيني أو أي من الفصائل الفلسطينية سيحقق أهداف إسرائيل عبر القبول بأدوات الابتزاز والرضوخ لهذا الابتزاز وتقديم أي تنازل سياسي أو ميداني أو أمني داخل قطاع غزة. بل لعله أستاذ محمد هذا يزيد من ضغط الحركة الأسيرة، ضغط في تصاعد وتيرة المقاومة في الضفة، لعله في المنطقة الشرقية الحدودية لقطاع غزة هذه التظاهرات الشبابية وأكثر من معادلة يمكن للمقاومة أن تتحرك في إطارها. لكن إذا ما أردنا أن نتحدث أو ندرس العقل الإسرائيلي في لحظة اتخاذ هذه الخطوة، ما الذي كان يتقصد منه فعليا؟ يعني الجهود السياسية والأمنية التي بذلت خلال السنوات الأخيرة في مسألة تدجين المقاومة ووضعها في الملفات الاقتصادية ونقلها من المربع المقاوم والمربع الأمني والسياسي المدافع عن القضية والذي
بات يجسد وحدة الساحات الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس وغزة وأيضا في الخارج. هذا الموضوع فشل دبلوماسيا على المستوى الإقليمي بأن يحيد الفصائل الفلسطينية عن هذا الخط، وإسرائيل أيضا فشلت بعد تقديم كل هذه التسهيلات بأن تضع هذه التسهيلات واحدة من أدوات الضغط، أو أن تحيل السياسة الفلسطينية الداخلية باتجاه الملفات الاقتصادية بعيدا عن الملفات السياسية والأمنية. واليوم هم على المستوى الإسرائيلي، على المستوى الأمني تحديدا، هم يوجهون الاتهامات للمستوى السياسي بأنكم أعطيتم كل التسهيلات لغزة، لكننا على المستوى الأمني لم نحصل على أي ضمانات باتجاه وقف تطور المقاومة الفلسطينية، باتجاه وقف العمليات في الضفة الغربية وتحريك الفصائل الفلسطينية للخلايا هناك، ولا أيضا على مستوى وقف الدعم الخارجي للفصائل الفلسطينية سواء في غزة أو في الضفة الغربية وتدفق الأسلحة والأموال. ولذلك هذه المعادلة الأمنية التي بدأت تضغط اليوم على المستوى السياسي في إسرائيل هي التي بدأت تحرك هذه الأدوات الضاغطة على المستوى الاقتصادي لتأمين نتائج إيجابية وحلول ومخارج للجانب السياسي والأمني في إسرائيل. أنا أعتقد أن التصريحات الأمنية الإسرائيلية والسياسية اليوم باتت تراوح مكانها على مستوى التهديد، تراوح مكانها على مستوى استخدام ذات الأدوات، لكنها تسعى لاستخلاص نتائج جديدة. اليوم هناك أيضا جهود إقليمية تبذل في هذا السياق، مصر تبذل جهود كبيرة في سياق وضع حد لهذا التدهور بعيدا عن الوصول إلى معركة مفتوحة، وأيضا الوسيط القطري يلعب دورا مهما وضاغطا حقيقة على الفصائل الفلسطينية على المستوى المالي، هو يمارس اليوم جزء من الضغوط على الفصائل الفلسطينية وعلى الحكومة في غزة وعلى بعض الملفات الاقتصادية التي له بصمات واضحة فيها على المستوى المالي. لذلك الجميع اليوم يشترك في محاولة الحد من الوصول إلى معركة قادمة، كما يتوقع الكثير من المستويات الأمنية في إسرائيل وحتى في الفصائل الفلسطينية، لكن حتى هذه اللحظة يبدو أن الأمور تذهب باتجاه مزيد من التصعيد ميدانيا على الحدود مع غزة. اليوم شاهدنا شهيد ومظاهرات واسعة النطاق على طول الحدود في كل محافظات قطاع غزة الشرقية، وبالتالي تهديدات إسرائيلية باتجاه ردع لغزة لأن تبتعد عن الحدود وعن الجدار الفاصل الشرقي للقطاع، وهذا كله يسوقنا إلى ما هو قادم من تصعيد محتمل قد تحمل الأيام القادمة. وهل هذا ما يريد شراء نتنياهو وائتلافه الحكومي، لعله في ذلك يخرج من عنق زجاجة أزمته الداخلية التي يواجهها منذ مطلع هذا العام؟ يعني في العادة كان السفير العمادي السفير القطري ينجح في وساطاته بشكل أفعل، حتى اليوم يبدو أنها إلى حد ما غير ناجعة، أو لعله بالتوقيت لم تنضج بعد. الواضح بأن الملفات الإسرائيلية الداخلية تلقي بظلالها على كل الأداء السياسي الإسرائيلي سواء في غزة أو في الجبهة الشمالية في لبنان أو حتى فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. هم اليوم يحاولون تصدير كل هذه الأزمات مجتمعة باتجاه الإقليم والمجتمع الدولي لابتعاد إسرائيل عن شبح الاقتتال الداخلي والحرب الأهلية، وكلنا شاهدنا كثيرا من المؤشرات باتجاه النزاع الداخلي والتفكك الاجتماعي والبنيوي، والأخطر من ذلك هو التهديدات التي باتت واضحة ويتحدث عنها المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل فيما يتعلق بتفكك المنظومة العسكرية والجيش نتاج هذا الخلاف السياسي الداخلي في تل أبيب. لعله تنضيج الملفات قبل لقاء نتنياهو بايدن. يعني بالتأكيد كل هذه الملفات هي على طاولة السياسي الإسرائيلي، على طاولة نتنياهو كواحدة من أدوات اللعب وتشتيت الانتباه عن ما يجري في الداخل الإسرائيلي. واليوم نتنياهو ذاهب إلى واشنطن محملا بالكثير من الملفات الأمنية، على رأس الملف النووي الإيراني وملف التسلح في غزة والتمويل في الضفة الغربية وغيرها من الملفات. التهديدات الإسرائيلية التي باتت تطفو على السطح من المنظومة العسكرية تحديدا وأيضا المنظومة السياسية والأمنية تعطينا دلالات واضحة على أن واحد من أهم خيارات نتنياهو في هذه المرحلة للذهاب بعيدا عن الأزمات الداخلية هو باتجاه فتح جبهات خارجية لإنهاء الخلاف الداخلي ومحاولة رأب صدع الداخلي في المجتمع الإسرائيلي. وقد تكون الجبهة الغزية في قطاع غزة هي الأسهل بالنسبة لنتنياهو والأقل تكلفة إذا ما قارن الجيش مسألة التهديدات الوازنة والتبعات لأي عملية عسكرية في لبنان مع حزب الله أو مع إيران بعد ضربة للمفاعلات النووية كما تهدد القيادة السياسية في إسرائيل. ولذلك الخيارات اليوم تذهب باتجاه
الجبهات الأقل خطورة وانعكاسات على الداخل الإسرائيلي إذا ما نشب نزاع، وأيضا هي الجبهة بالنسبة لغزة هي الجبهة الأكثر مرونة بالنسبة لإسرائيل فيما يتعلق بالتعاطي مع الوسطاء واستخدام كثير من الوسطاء والمعادلات الإقليمية للضغط على غزة، لأن واضح أمنيا واستخباريا أستاذ محمد لم يستفز فصائل المقاومة نتنياهو اليوم من خلال كل عوامل الضغط التي يحاول اللعب على وترها، وبالتالي لا تزال فهذه الفصائل باحتوائها للمشهد الإسرائيلي ودرسه بتفاصيله يضغطون ويحتوون هذا الكيان بمصيره المتآكل بحسب كل ما نسمعه من قيادات أمنية وعسكرية وحتى على المستوى السياسي لإسرائيل. بالتأكيد الفصائل باتت معتادة وتفهم طبيعة الفكر الإسرائيلي على المستوى السياسي كقيادة سياسية وتحديدا نتنياهو. الفصائل الفلسطينية أصبحت واحدة من أهم الخبراء في عقلية نتنياهو والتصرفات، حتى وصلنا إلى مرحلة التوقع بأنه يمكن أن يشن عملية أو يمكن أن يكون متراجع إلى الوراء في بعض الملفات السياسية والأمنية، وهذا بات واضحا حتى للإسرائيليين عندما قال الكثير من المحللين الأمنيين والعسكريين الإسرائيليين بأن الفصائل الفلسطينية في غزة باتت تقرأ إسرائيل كالكتاب المفتوح على المستوى الأمني والعسكري والاقتصادي والسياسي، ولذلك أنا أعتقد بأن الفصائل الفلسطينية تعلم جيدا أهداف نتنياهو من هذه الأدوات ومن هذا الضغط، ويتعلم السقف الأعلى له في هذا التحرك أنه لا يريد الوصول إلى معركة مفتوحة قد تجلب له الويلات الداخلية والسياسية وتكون واحدة من أهم الضربات القاضية على مستقبل نتنياهو السياسي في الداخل الإسرائيلي، وتعيد إلى الواجهة مسألة اليسار الإسرائيلي والأحزاب اليسارية التي تدفع اليوم باتجاه بأن اليمين الإسرائيلي دفع باتجاه الهاوية للدولة والمشروع الإسرائيلي. لذلك أنا أعتقد أن الفصائل الفلسطينية واعية لما يجري، تتعامل وفقا للسياسات والدبلوماسية والميدان بحكمة واقتدار على مستوى التعاطي مع حجم الهدف الإسرائيلي من هذه الإجراءات والأدوات الضاغطة عليها، وهي أيضا تتعاطى دبلوماسيا وسياسيا مع الإقليم ومع الدول الوسطاء ومع مصر ومع قطر ومع تركيا ومع كثير من الدول التي تتدخل من أجل محاولة يعني الحد من مستوى التصعيد والتوتر على الحدود ومع غزة ككل. ولذلك أنا أعتقد أن هذه المعادلة اليوم مدروسة معلومة ومحددة الأهداف بالنسبة للفصائل الفلسطينية، والمسارات القادمة ستكون واضحة أكثر خلال الأيام القادمة إذا ما صعد نتنياهو من إجراءاته هروبا من المعركة الداخلية على مستوى القوانين والمعارضة الداخلية، أو حتى في مسألة الصد الأمريكي لخطوات نتنياهو فيما يتعلق بتوجيه الضربة إلى إيران، أو حتى افتعال أزمات جانبية في لبنان أو في غزة. أمريكا لا تريد لهذه الجبهات أن تفتح، ولا تريد للنزاعات في الشرق الأوسط أن تفتح، وهذا واحد من أهم الأدوات والأهداف الأمريكية في المرحلة القادمة لتتفرغ أكثر للمستويات السياسية والمشاريع السياسية المتعلقة بإتمام عمليات التطبيع العرب. محمد أبو جياب رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية شاركتنا من غزة، شكرا جزيلا لك. فاصل قصير نتابع بعده نقاش. من جديد أهلا بكم. أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده تدعم توسيع مجلس الأمن الدولي وزيادة عدد الأعضاء الدائمين وغير الدائمين، وفي كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 78 في نيويورك، أبدى بايدن استعداده للعمل المباشر مع الصين لتحقيق نتائج مشتركة مع السعي لإدارة مقبولة للتنافسية معها. الولايات المتحدة ستستمر بالوقوف إلى جانب شعب أوكرانيا وهو يدافع عن حريته وسلامة أراضيه. روسيا قادرة على إنهاء هذه الحرب، وهي وحدها من تقف في طريق تحقيق السلام، ونحن ندعم أوكرانيا في جهودها للتوصل إلى تسوية دبلوماسية مع روسيا وسلام عادل. بايدن كان أشار إلى أن خط الربط السككي الذي اتفق عليه في مجموعة العشرين هو جزء من جهود الولايات المتحدة لبناء شرق أوسط أكثر تكاملا. ورأى خلال كلمة ألقاها ضمن فعاليات أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78 أن خط الربط السككي يبين كيف يمكن لإسرائيل أن تستفيد من التطبيع مع الدول المشاورة.
سنعزز الربط والأمن الغذائي من خلال الممرات الاقتصادية، وكذلك نبذل جهودا، وأعلننا أننا سنصل الهند بأوروبا من خلال الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، ما سيسمح بوصل القارات بعضها ببعضها، وهذا جزء من جهودنا لبناء شرق أوسط أكثر استدامة وتكاملا. كل ذلك يوضح أن التطبيع الإسرائيلي والعلاقات الاقتصادية مع جيران إسرائيل يحقق تأثيرات إيجابية وعملية، ونحن مستمرون في العمل بلا كلل لدعم السلام دعما عادلا ودائما بين الإسرائيليين والفلسطينيين. بدوره الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل كان أكد أن كوبا دولة ذات سيادة وستناضل التدابير والإجراءات المطبقة عليها. وفي كلمته أيضا خلال هذه الدورة 78 في نيويورك، شدد دياز على أن بلاده تحاول إيجاد السبل للتعامل مع الحصار وتحقيق الازدهار. نفتقر إلى كثير من الموارد، لكننا ننجز الممكن ونحاول إيجاد السبل للتعامل مع الحصار وتحقيق الازدهار. كوبا عانت على مدى عقود حصارا اقتصاديا خانقا تسبب بشح الأغذية والأدوية، وهذا السلوك الأمريكي غير مبرر. وبالرغم من عدوان الحكومة الأمريكية، سنستمر في مد الجسور مع شعب الولايات المتحدة كما فعلنا مع كل شعوب العالم، ونطالب المؤسسات المالية بسماع صوتنا وأن نحصل على سبل التمويل. للحديث أكثر حول تفاصيل أعمال هذه القمة وما جاء فيها من مواقف، ينضم إلينا من هانوفر في ألمانيا رائف حسين، مستشار المؤسسات الأوروبية. مرحبا بك أستاذ رائف. يعني لعل هذه الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة تنعقد في وقت بات يعلو فيه الصوت من العديد من الدول وضمن تكتلات إقليمية ودولية وازنة بأن المؤسسات الأممية بات اليوم يجب العمل على تحسين أوضاعها وتحسين مواقفها وتحسين أدائها وتعزيز مواقفها في الساحة الدولية، وبالتالي هذا المنبر اليوم ضمنا هو واحد من تلك المنابر. اليوم إذا ما تطلع به ضمن التوازنات الدولية كانت منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، مرحلة أو حقبة الحرب الباردة، حتى مرحلة أخيرة من عمر هذا الصراع الدولي، تشهد هذه المؤسسات نوعا من الرتابة في مواقفها. اليوم ما هو المطلوب انطلاقا من ما سمعنا؟ ما سمعناه ممكن أن نوجز بجملة واحدة، هذه هي الإرهاصات الأولى للنظام العالمي الجديد. كان متوقع جدا بأننا سوف ندخل في حرب استقطاب بين المحورين، إن أردت أو إن صح التعبير، بين المحورين حرب استقطاب للدول الأخرى الغير مستقطبة حتى الآن. وما سمعناه حول الشرق الأوسط، ما سمعناه حول كوبا، حول أمريكا اللاتينية وأفريقيا، هو هذه حرب الاستقطاب. وأيضا المشروع الأمريكي بالسكة الحديدية وربط الهند بالشرق الأوسط بأوروبا عبر الشرق الأوسط، هذه هي الإرهاصات الأولى لحرب أوكرانيا للنظام العالمي الجديد الذي بدأ بالتبلور. وكان هذا متوقع لنا كاستراتيجيون، كان هذا متوقع، إلا أن السؤال المطروح الآن، هل ستنجح الولايات المتحدة الأمريكية في مشاريعها أم لا؟ الواضح بأننا الآن موجودون ليس في عالم فارغ تتحرك فيه الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها، مشاريعها ليس كما كانت في الماضي، إن كان مشروع ربط الهند في أوروبا أو تحديث مجلس الأمن والمؤسسات الدولية وزيادة الأعضاء الثابتين في مجلس الأمن للأمم المتحدة، كل هذه تم طرحها من قبل دول أخرى وعلى رأسها الصين وروسيا، أي أن هذه ردة فعل وليس مبادرة كما كنا متعودين في الماضي من السياسات الأمريكية. هذا أمر مختلف والنتائج سوف تكون مختلفة دون أدنى شك. طيب، كان هناك نقطة يجب تسليط الضوء عليها انطلاقا من أهميتها وواقعها اللحظي، كان هناك إشارة إلى ضرورة توسيع مجلس الأمن. من المقصود بالأعضاء الذين يسلط الضوء عليهم لاستقطابهم؟ من هي هذه الدول المستهدفة؟ وكيف يفهم سياق هذه الدعوة في هذا التوقيت بالذات؟ الأمر الإيجابي بالأول في هذه النقطة، الأمر الإيجابي هو بأن الولايات المتحدة وافقت على
اقتراح كانت قد قدمته الصين منذ زمن بعيد وتطالب فيه الدول الأخرى التي كانوا يسموها النمور الصاعدة في آسيا على سبيل المثال إندونيسيا أو البرازيل أو أفريقيا الجنوبية. هذا أمر إيجابي بأن الولايات المتحدة الآن وافقت تحت الضغط، لأنها الآن موجودة في موقع ضعيف في تكوينة هذا العالم الجديد وتريد أن تسحب البساط إن أردنا من تحت التقدم الصيني الروسي في أفريقيا، تقدم الصيني الروسي في أمريكا اللاتينية أو في الكاريبي. هذه الدول سوف تكون دون أدنى شك البرازيل، الهند، أفريقيا الجنوبية. وهنا يأتي الدور العربي بما أننا على تلفزيون عربي، ويجب هنا أن نصرخ عاليا لنقول بأنه الآن الأوان الآن بأن ليش بدنا نحط الكاريبيك الآن كما وضعها الرئيس الأمريكي على جدول الأعمال أنه دولة من الكاريبيك لتكون عضو في مجلس الأمن، لما لا تكون السعودية كدولة إسلامية وعربية بهذا الكبر، لما لا تكون تركيا على سبيل المثال. برأيه هل هذا يقودنا إلى التخلص من الخمسة أصوات للأعضاء دائما للدول الدائمة العضوية وبالتالي الركون نحو تصويت أعم وأشمل داخل مجلس الأمن مثلا؟ ممكن أن يكون هنالك انفراج، ولكن هذا نحن في حالة استقطاب بين هذه الدول الكبرى، أي أن الدول التي سوف تضاف إلى مجلس الأمن سوف تكون في هذا القطب أو في ذاك القطب. لذا سوف يعني ننتظر ما هي اقتراحات الولايات المتحدة الأمريكية لأي دول أو أي دول تقترح الولايات المتحدة الأمريكية. الصين اقترحت من طرفها ثلاثة دول، هي اقترحت أفريقيا الجنوبية واقترحت البرازيل واقترحت الهند أيضا. والآن أنا برأيي بدأت اللعبة، هذه اللعبة. هل هذا طريق ملتوي لسحب مفاعيل منظمة أو منظومة بريكس لمصلحة دول مجموعة العشرين ضمن المشاريع الدولية التي تم الحديث عنها ما بين مشاريع دول بريكس والمقترحات والمشاريع المستقبلية وما يقابلها بمشروع كبير لشراء صوت الهند إذا صح التعبير عبر الممر الاقتصادي؟ هذا سؤال رائع جدا، إذ أن الولايات المتحدة استراتيجية الولايات المتحدة هي ليست الآن ديمقراطية مؤسسات الدولية في العالم، إنما هي كما قلت في البداية هي موجودة في موقع في الزاوية ولن تستطيع أن تتحرك إلا في استراتيجية هجومية كهذه الاستراتيجية، ألا وهي وضع إسفين في بين دول البريكس. هذا الإسفين بدأ بهذا الأمر، نعطي للهند على سبيل المثال، نعطي للبرازيل حق بأن يكونوا أعضاء في مجلس الأمم في مجلس الأمن للأمم المتحدة أعضاء دائمين بقلة أو بانسحابهم من البريكس أو إضعاف البريكس من الداخل. هذه استراتيجية واضحة، لكن كما قلت في البداية السؤال إن كانت الولايات المتحدة الأمريكية سوف تنجح. أنا أرى بأن الدول الآن البرازيل وكلمة الرئيس البرازيلي في مؤتمر الجي 20 كانت واضحة جدا على أي طرف يقف. وبرأيي هنا تأتي الولايات المتحدة الأمريكية بعض الشيء متأخرة وبعض الشيء بأن الطرف الآخر أصبح أقوى مما تظن الولايات المتحدة وطرف الولايات المتحدة. لذا هذا برأيي وبقراءتي لن تنجح استراتيجية الولايات المتحدة في تخفيف أو تفكيك لبريكس كما تظن في محاولات أو في استراتيجيات كهذه الاستراتيجية. طب هذا على المستوى الأمريكي في أكثر من صعيد، على مستوى الحرب والمواجهة الأطلسية الروسية في أوكرانيا، على مستوى توحيد الرؤى في ما بعد كورونا وبكل تبعاتها، على مستوى حتى المجتمع إذا صح التعبير بإطار أوسع، حتى على المستوى الائتماني الدولي والعديد من وحتى تحديات تغير المناخ. اليوم أوروبا أين تتموضع إزاء كل هذه الإدارة في التنافس الصيني الأمريكي أو ما بين شكلي النظامين العالميين الحالي والذي يتمخض عن هذا النظام الدولي؟ لأن أوروبا في أكثر من على لسان أكثر من عضو بارز فيها ألمانيا فرنسا وغيرها تقول لن ننفصل عن الصين استراتيجيا وبالتالي مصالحنا معها أيضا كما مصالحنا مع الولايات المتحدة وبالتالي لا للتبعية العمياء. دعني أربطها هيك بما تكلمنا عليه سابقا. استراتيجية الولايات المتحدة الأمريكية هي سحب ألمانيا كاملة إلى جنبها. طبعا ألمانيا من الدول أنا التي
أقول بأن الولايات المتحدة سوف تضعها على لائحة الدول التي يجب أن تنضم إلى مجلس الأمن، وهذا في نقاشات ونقاشات طويلة الأمد منذ سنين. إذن أوروبا بشكل عام تتخبط الآن بين هذين القطبين، ولكن أوروبا فقدت استقلاليتها كاملة، ونحن على الأقل في الاستراتيجيات نقول بأن أوروبا الآن باصطفافها في الحرب الروسية الأوكرانية إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت هي مفعول به مطلق للولايات المتحدة الأمريكية، ولم تعد تقدر أن تتخذ أي اتجاه لوحدها، لا أوروبا مجموعة ولا أوروبا كدول منفصلة. إذن هي عادت إلى الحضينة الأمريكية من بابها الواسع، وزاد الإطار أو التضييق على أوروبا وخنق أوروبا في محاولات استقلالها التي بدأت، وأذكر هنا في موقف المستشار الألماني شرودر في 2006 في الحرب على العراق، آسف ليس في 2006 لأنه الحرب على العراق، عندما قال نحن لا ننضم على حرب لا نعرف ما هي أهدافها. هذه كانت بداية استقلالية أو محاولة استقلالية أوروبا، لكن أوروبا الآن تتأرجح بين همومها الاقتصادية مع الصين ومع روسيا ومع الدول الأخرى، دول أمريكا الجنوبية وأفريقيا، وبين ولاؤها إلى حلف الناتو وإلى الولايات المتحدة الأمريكية. والأصوات إن تابعناها خصوصا داخل ألمانيا وفرنسا أصوات متضاربة جدا بين من يريد الجلوس في الحضن الأمريكي كاملة وبين من يريد أن يحقق استقلالية أوروبية خاصة، ولكن أنا برأيي وقراءتي بأن القطار قد عبر والقطار قد مر، واستقلالية أوروبا أصبحت في خبر كان الآن لعشر 15 أو 20 عام بالمستقبل، وأوروبا تصطف كاملة إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، ولم يعد بقدرها أن تخرج عن هذا الإطار حتى لو أرادت. في اجتماع البريكس الأخير كان هناك تعزيز لدور بنك التنمية التابع له، وبالتالي كان الرد اليوم من قبل بايدن بأنه سيصار إلى تعزيز ودعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي إلى عدد من المؤسسات الأممية. اليوم واحدة منها أو على رأسها الأمم المتحدة ومن خلفها مجلس الأمن الدولي. هل إزاء كل هذا الفشل الأمريكي الذي تتحدث عنه حضرتك بتنا أمام ضرورة أمريكية وغربية لتطوير بنية ودور هذه المؤسسات وعلى رأسها الأمم المتحدة، أم أنه سيصار إلى رفع الصوت للمطالبة بمؤسسات رديفة تلعب الدور الصحيح الذي فشلت فيه هذه المؤسسات بحكم سيطرة الولايات المتحدة عليها؟ أنا برأيي الآن الحلف الآخر، الحلف الصيني الروسي الهندي البرازيلي الجنوب أفريقي، هم ينظرون إلى الأمر بهدوء، لأن الولايات المتحدة كما قلت موجودة في الزاوية وعليها أن تتحرك لأنها تأتي متأخرة. الاستراتيجيات التي تستعملها استراتيجيات أنا برأيي لن تنجح. نحن الآن أمام استراتيجية مزدوجة إن أردت من الحلف الآخر من حلف بريكس، هو تقوية وجودها ومكانتها، والانقلابات الثمانية التي رأيناها في السنوات الماضية وحتى الأسابيع الماضية في أفريقيا ترشح بأن هنالك الدول أصبحت الآن عندها والقيادات السياسية أصبحت الآن عندها القدرة بأن تقول للولايات المتحدة الأمريكية لا، نحن نتجه إلى اتجاه آخر. هذا ما سيدعم بنك التعاون لبريكس والتعامل مع هذا البنك. ورأينا أيضا في طلبات العديد من الدول للدخول إلى بريكس، أي الطلبات أكثر من كثير مما يستطيع لبريكس أن يتطور بها في هذا الاتجاه، بناء مؤسسات موازية. أنا برأيي قد بدأت هذه منذ زمن بعيد، ليس في البريكس نفسه وهو مؤسسي موازي، ولا في بنك الدعم أيضا، إنما أيضا في حلف شنغهاي الذي يضم بعض دول البريكس وسوف يتم توسع به أكثر وأكثر. وبرأيي سوف تبادر الصين ومع روسيا ومع دول البريكس أخرى في بناء مؤسسات دولية موقعية في أقاليم مختلفة، وهنا أريد أن أشير إلى أفريقيا وأمريكا اللاتينية. سوف نرى منظمات عالمية أكبر بكثير مما هو موجود الآن. شكرا لك رائف حسين مستشار للمؤسسات الأوروبية، حدثنا من هانوفر في ألمانيا. ويبقى الشكر الأكبر لكم سادة المشاهدين لطيب المتابعة. حلقة نقاش انتهت، إلى اللقاء.